السلام عليكم المتتبعين الأفاضل والمتتبعات الفاضلات فين ما كنتو، كنتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. السلام عليكم مازيغنين وثي مازيغين، ريفيين تريفيين ماني مهجم، تمني إن شاء الله أتيرين بخير وعلى خير أصحف أتيرين مليح إن شاء الله يا رب العالمين. كنرحب بكم جميعا في هذا الفيديو الجديد ديال هذا النهار. طحب غزيوم مرة دي فيديو يا النهارة، تمني ان شاء الله هذا ومي يعجب تيريم هذا يتعذرم وها ايني ان شاء الله يا رب العالمين. ما مش تغد غي فيديو اني واجي غا الصباح ما مش تصري ما كيدي فغور اني غا وم قدرة حق غا يجنو مشان اكي وم تشاركة غيجنو مشان يتعجيباي ومي ذا يتعجيب النش يتعجيباي الطبيعة، يعني توقع راه حقا يجي ممشان ذايس الطبيعة روحا الحمد لله يوفق بدي غد صواري غد فيديو صافي على اساس قصوار كي وم فيديو يجن فيديو رائع ذايس المقاطع صافي اك حقد غاو عشي ما مشتوارم قادو وشغ صافي كسغ مجلس قعلو حران مني نبارا رومي دوسير ادمونتير الفيديو وفير ما مشقاني مصريين فصي ملحي وداب فيديو ويصوع نهائيا ووفير يقدم ورا يوخق غسماني سكة فيديو عباد الله نش على اساس قصوع فيديو صافي انت فيديو والو سبحان الله والسن خشمين مدى يوقع مني دي تليفون سنمي اللي يوشاري يوور ما تسنمني غجن تفقحتي ذيكا لانه ما تسنديج الفيديو توغث رائع يجن مشان توغث رائع توغى يعني والله الا تمني غاك يوم فيد شعرك يعني عجباير حارة طاس شعرك يعني وضغاو مشاني سن منش الظروف الصحية ينو مع ذلك نش الشجاعة يعني تقعد غيدورات تحقا شي موشان يعني الحمد لله تقغل كوراج كخفينو ولله الحمد ولكن من دوم غينا والله لا رومي وفيغ فيديو وذا يسجل يوشعر يور والصين غمان السبب سبحان الله خميني واتشتي بالحاجة تقى واتشتي بوها واتفذ من غهق لا إله إلا الله محمد رسول الله اني غاز اذق غيجن فيديو يا اذقدم غلي اعتذارينو اني تغومي اني غش اصلا ما راوشي غواري تعجيبا يا ثكمرق ولكن قام ارومي واد غير فيديو يا ارومي عصبغ مليح ارومي وفيغ بو فيديو اني عاود غوني كاع اني غاس الخيرة فيما اختاره الله قرحاشت مروات شتيب قوخا تفقت غان غكفوس نغن من عيت عمو يعني ثاني تيخسر غدا نخسر من اي رحاشت خان غاثك في الدنيا ولو انه يجن حاشت غا عبيراني غيجن حاش من مفعنا تيشان غيجن الدرس دي الحياة تيشان غيجن الدرس انه رحاشت يعني ان يعني بنادم مرخوط رحاشت فيديو يجن حاش طم مزيان توها هو تجيبوش شي نحاش ولكن تيشان العبرة يجن حاش طم قران تيخسر دائما انا ضازي من دا نكتب الله سبحانه وتعالى يعني ما روا عم تشتي بالحاج تخوا عم تشتي والخيرة في ما اختاره الله والله الا استحق عوي وشعر يور دوانيتا اخص غدو مني ذي فيديو يا المشاهدين ديالي الاعزاء كما قلت القبيلة يعني في الصباح كما شفتوني كنت درت بارتاجيت معكم واحد الفيديو صغير كنت خرجت كنت غادي نمشي لواحد البادية ومشيت الحمد لله واحد الجبال وكنت غادي نصور بغيت نصور تما واحد الفيديو وبالفعل كنت كنصور صورت تما فيديو ولكن دابا ملي وصلت للدار ودوشت وحيدت داك التعب ديال النهار جيت ندير المونتاج للفيديو ما لقيتش الفيديو في التليفون ما لقيتش الفيديو في التليفون كيفاش ما تصورش انا ما راقبتش نهائيا لانني انا دائما ملي كنصور صافي كنعرف الفيديو كيكون تصور ما كنحلش نهائيا الكاميرا نشوف واش تصور ولا كي جا ولا هذا والله العظيم هذه هي الطبيعه وهاد الطبيعه خايبه خصني نحيدها مني كما قلت بديت كنشوف المونطي الفيديو لقيت الفيديو ما تصورش نهائيا بديت كنشوف العجب العجب كنقول ما هذا التليفون هذا النهار واش فيه الجنون ولا ما تصور ليش المهم صراحه عصبني بزاف منين ما لقيتش فيديو لانه كان فيديو حقا رائع وفيه مغامره لانني كنت طلعت فيه للجبل مع انني كتعرفوا الظروف الصحيه ديالي ولكن مع ذلك كنغامر وكندير المغامرات ولله الحمد الله سبحانه وتعالى دائما كيعاونني
وكما قلت زعما هاد الحاجه واخا صغيره ولكن كتعطيني واحد الدرس. في الاول تعصبت الصراحه، وفي التالي بديت كنقول الخير فيما اختاره الله، يعني الحاجه منين ما كتكونش مكتبه اراها ما كتكونش مكتبه، سواء بغيتي ولا ما بغيتيش، يعني هذا اللي مكتب لنا الحاجه واخا تكون عندنا في يدنا ولكن الا ما كانتش مكتبه لينا اراها القدر ديال الله سبحانه وتعالى. يعني هذه حاجة صغيرة ولكن ممكن أنها يعني تفكرنا في الحاجة الكبيرة، ودائما نأمنوا بأن الله سبحانه وتعالى الحاجة اللي مقدر لنا ومكتب لنا هي اللي غادي تكون، ويعني ونرضوا بقضاء الله. يعني كنقول لكم يعني كيكونوا شي حوايج بساط ولكن يعني كيعلمونا في الحياة وكيعطيونا شي دروس وكيوعيونا. كما قلت لكم تعصبت في الأول ولكن درت عقلي لعقلي، قلت خديجة ديري عقلك، الفيديو ماشي نهاية العالم إلى مشى، معليش مرة أخرى إن شاء الله. ما كيما وصلت النوبة الأولى كيما وصلت هذا النهار الحمد لله تما بجهد الله، غادي نوصل إن شاء الله مرة أخرى عاود بجهد الله. حنا يراه الإيماء الضعيفة والعباد الله سبحانه وتعالى الضعفاء اللي الله سبحانه وتعالى اللي كيقدر لنا الأقدار وكيسيرنا وكيمشينا في الحاجة اللي فيها نفع لينا إن شاء الله يا رب العالمين. خاصنا إحنا غير شوية ديال الرضا بالقضاء بقضاء الله وسميتو القناعة، والحاجة اللي مكتابة راها غتجي تجي حتى ليدينا، الحاجة اللي ما مكتاباش واخا كتكون في يدينا شديناها ولكن إلا ما مكتاباش ما فيهاش الخير راها كتمشي، وكل شيء فيه الخير إن شاء الله يا رب العالمين. أي حاجة في الكون ولا في الحياة ديالنا كيما كانت تكتبها علينا الله سبحانه وتعالى إلا وفيها الخير لنا إن شاء الله، هذا هو اليقين اللي خصنا يكون عندنا، وهذا هو اليقين في الله سبحانه وتعالى، أنه سبحانه ما يقدرش يدير لنا شي حاجة اللي ما توالمناش، ولو أننا حنايا في بعض الأحيان كنشوف وكنقولوا لا علاش هادي وعلاش هادي، ولكن من بعد ما كدوز داك المحنة كنكتشفوا أنها منحة حسنة من الله سبحانه وتعالى. إيوا الحمد لله. إمازيغنينو ثيمازيغنينو يريفيين تيريفيين تشكاخ كنيو من القلب الخالص، وتشكاخ مرة في حرمين غاري ديوذفن حدي قريقة تغف غريب كيذي ذي الثانوية بارك الله فيك، انت حد قد وارد شيمان يسماون طحن شوي تقايد تصنر وقت واتجيبو دروست يسمعون شي مارو خاص نعقرقبهم لي حيا اما ذعقرخ يسن يا اما ذعقرخ العائليني، ولكن تشكاخ كنين طب تصد تصد تاس والله الا صفار راح نتايس وورد كنتي سبحان بقى نتايس تامر خديجة تشجع نتايس بقى نتاي فيديو وثن مخطوب شكرا تصد تصد تاس كنتي وشعب ان شاء الله مين تمنات ذي الحياة كنت مارا كنتم مارا يمسر من سواء اني سنغضيني وعسينا مار المسلمين اخصني فارج سيد ربي العالمين يا رب العالمين، لان سيد ربي العالمين يجدك فوس النص الفرج ويخصنا دائما وابدا وخان شين شن حاجت يعني بنادم قرصتني وقت قغني ثواها دائما قفني وخات قتفني بقيت عواني شمع سيد ربي العالمين ما رواش معون سيد ربي العالمين قا عما ستفكر والجهد اللي كيستكدي وشمت سيد ربي العالمين لاي واحد نشي ما ريثنا اي رحاش تنتكيت بانه شيمان قنشي نمشي الايماء الضعيفه ذي العباد الله الضعفاء، ولكن شيمان نغطار نتخسى نغطر الشيطان يتزديتي الشنغ قاشم ذكي ذي تخسش ممجد تمجد ذي خفن بالعكس يخسى دائما انسني لنشين دوالو دوالو نشين دوالو طماث سادو الرحمه نصيد ربي العالمين برايا الرحمه نصيد ربي العالمين نشيل ذوالو 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 دائما خصنا نغضواني تاع الذل الا لله سبحانه وتعالى، وانت تجيبو يخف النغ الا لله سبحانه وتعالى اي غندج يخف النغ اي نيا، اما صيد ربي العالمين كيخرق نص العزه النغ الكرامه النغ ولله الحمد، ولكن الذل لله سبحانه وتعالى لانه صيد ربي يستحقنا ذا سنتذلل لانه انت اذا غادي خرقان انت اذا غادي عزقان انت اي ملكن الحياه النغ امن تكمل
أرذلي تاع قاوم بسلامه، قاوم شكرا بارك الله فيكم، حتى لهنايا كنقول لكم شكرا بارك الله فيكم، وجزاكم الله جنه الفردوس الاعلى ان شاء الله نتلاقوا فيها جميعا يا رب العالمين. هذا هو يعني هذا هو المطلب اللي خصنا نلحوا عليه، ان الله سبحانه وتعالى يرزقنا جنة الفردوس الأعلى يا رب. آمين آمين يا رب العالمين. يلا مع السلامة، وإلى فيديو آخر إن شاء الله.